انا بالنسبه لي بقول ان المغني موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعي قناتي، قناه ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. الحقيقه كلنا سمعنا اخبار مفجعه جدا عن الفنان ايمان البحر درويش. تدج مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاه الفنان ايمان البحر درويش. الحقيقه الكل حزين جدا، وده بعد انتشار صوره بشكل كبير جدا ليه على السوشيال ميديا. الحقيقه الصوره مفزعه جدا، ظهر فيها ايمان البحر درويش زي ما انتم شايفين معايا، ظهر على سرير المرض، والحقيقه ملامحه تغيرت تماما. وطبعا المرض طبعا صعب جدا، ومفيش حد كبير على المرض. الإنسان ما هو إلا نفس طالع ونفس داخل زي ما بيقولوا بالبلدي. وبعد التحقق من حقيقة الأخبار دي، تبين لنا أن الفنان إيمان البحر درويش للأسف مريض، لأن عنده كانسر في المخ وعمل 3 عمليات. ونشرت أمنية بنته صورة ليه، صورته دي زي ما انتوا شفتوا معايا وحالته متدهورة. من ضمن الأخبار اللي ترددت عن إيمان البحر درويش دخوله في غيبوبة منذ عام، خصوصا بعد إجراءه عملية جراحية في المخ زي ما قلت لكم. ولكن ظهر في وقتها إيمان البحر درويش، ظهر وهو بيغني برفقة طبيب العلاج الطبيعي الخاص بيه، وظهر إسلام ابنه في الوقت دوا من فترة كده وقال إن والده بيتحسن. لكن الحقيقة خلال ال3 أشهر الماضية انقطع إيمان البحر درويش عن كتابة أي منشورات أو عن التواصل مع أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لغاية ما نشرت أمنية النهاردة الصورة اللي انتوا شفتوها معايا. وبدأ بقى دلوقتي ينتشر أخبار عن وفاة إيمان البحر درويش، لكن الخبر ما هو إلا إشاعة. وانتشر عنه إشاعات برضو في الفترة الماضية إن بعد كلامه في السياسة إن تم اعتقاله. وأخيرا بعد انتشار الصورة الصادمة دي، وهنا بقى كان لازم تتدخل نقابة المهن الموسيقية وتقف مع إيمان البحر درويش. وخرج بقى النقيب وطلب من الناس إن هي توصلوا بإيمان البحر درويش أو أي حد من أفراد أسرته أو أي تليفون ليهم علشان النقابة تقوم بدورها ناحيته. والحقيقة تحولت السوشيال ميديا لحالة من الحزن على شكل إيمان البحر درويش، واللي اتغير شكله بشكل كبير زي ما شفته، وانهالت عليه التعليقات متمنين له الشفاء العاجل. وظهر في الصورة زي ما انتوا شفتوا إيمان البحر درويش وهو على فراشه فاقد لأكثر من نص وزنه، واتقال كمان ان هو فقد النطق. مش بس كده، اتقال كمان ان هو فقد البصر، ولكن طبعا ربنا عنده الشفاء. الحقيقة إيمان البحر درويش حفيد الموسيقار الراحل السيد درويش، حقق شهرته من أداء أغاني جده وده بتوزيعات موسيقية جديدة، وكذلك من بعض أغانيه الجميلة واللي كانت ناجحة في وقتها هي طير في السماء. وقدم بعض الأفلام الرائعة، كمان تولى منصب نقيب الموسيقيين المصريين ما بين عام 2017 لعام 2019. كنت تتمنى أنك تبقى في نجاح عمرو دياب؟ ما فيش حد ما يحبش النجاح، بس انا بحب اختار انا انجح بايه. الفنان ايمان البحر درويش اسلوب اغانيه مختلف عن انماط الغناء اللي كانت سائده في الوقت اللي هو كان مشهور فيه، لدرجه ان هو نفسه توقع فشل بعض اغانيه زي اغنيه محسوبكم انداز، واللي بتحكي معاناه رجل اجنبي بعد الحرب العالميه. فين روح وسفرستي دنيا لسه تريفتي ايام الهيصفنيت خلاص. الى جانب بعض الاغاني الناجحه اللي قدمها لنا الفنان ايمان البحر درويش قام بالتمثيل، وده كان في فيلم حكايه في كلمه مع البطله الفنانه ليلى عيد، والفيلم نجح جدا واستمر عرضه حوالي سنه. مش بس كده، قدم لنا كمان بعض المسلسلات الناجحه زي الامام الشافعي واللي نال استحسان الجمهور. وتنزيه الله جل وعلا جوهر التوحيد. كمان الفنان ايمان البحر درويش قام بالتمثيل في بعض المسرحيات زي بنت الحكومه عام 2009، وكمان انقلاب عام 1991. من اهم الاغاني اللي الناس بتحبها له والجمهور بيحبها جدا لأم اسماعيل، وزوروني كل سنه مره، ويا هادي ويا ولد عمي وتستاهل يا قلبي، ويا ظالم والمسحراتي وانا طير في السماء. ومن اهم ادواره في الافلام اللي علمت في الناس كان دوره في فيلم تزوير في اوراق رسميه مع الراحل القدير الفنان محمود عبد العزيز، رحم الله الفنان محمود عبد العزيز. إيمان البحر درويش بيحمل رسالة الفن الملتزم والقيمة الرفيعة بعيدا عن الإسفاف وعن الخلاعة، ولذلك فإن له صدى واسع في عالم الفن الراقي الأصيل وفي زمن قلت فيه المعاني السامية. نتمنى في النهاية أن ربنا يشفي الفنان إيمان البحر درويش. ولحد هنا النهاردة ننهي حلقتنا، هنتابع معاكم تفاصيل الفنان إيمان البحر درويش وحالته الصحية أول بأول. بشكركم وبشكر كل الناس اللي استمرت معايا لنهاية الفيديو.